شفنا مولي عن الحكومة جمعت والنامس وعدلوا نجنا وزارية كبيرة وقال عنهم مولي اللي عدوا الانتخابات ولا يسيروا المسلسل الانتخابي. هذا مولي مخالف للقوانين الموجودة واللي معمول بيها تماما به اللي هي اللجنة المستقلة للانتخابات هي المخولة أنها تسير مسلسل ديمقراطي. هذا رجوع للوراء، هذا رجوع لشهور سنوات الظلام، حقبة الظلام، حقبة الانتخابات، عملية معروف الحكم فيها ومعروف هم اللي المستفيد منها ومعروف هم اللي المنتصر سابق تخلق به اللي هو منتصر ومنافس نفس الوقت. هذه بادرة سيئة جدا ومستنكرة. نحن نبقوا الحكومة ترجع للصواب وتمرق عنها قضية الانتخابات باش كانت مارقتها وتخلي بينها مع اللجنة المستقلة للانتخابات وراها هي الأطراف كامل تتناول أمور الزرق مع اللجنة المستقلة للانتخابات. نبقى مولي المدونة الانتخابية تعد البراق القانوني والدستوري المفتعل في مجال الأحزاب السياسية، تشريع الأحزاب. أنا سمعت وزير الداخلية قال في مداخلته القيمة أمام البرلمان الأخيرة وحيوية به اللي بدأ كان قاع في مجال التابو الكلام عن تشريع الأحزاب السياسية والتوقيف التعسفي السريان مفعول القانون، قانون الأحزاب السياسية اللي هو قانون مصوت عليه البرلمان ولا هذا قانون ما فات وغير مزال ساري المفعول قانون من قوانين الجمهورية، قانون مولي أساسي ومهم مرتبطة به الحريات العامة، مرتبطة به حقوق الناس مولي في الانتخابات في انتخاب أنا تنتخب من تراه مناسبا لقيادة أمورها الديمقراطية. هذا القانون شفناه وعطلوا توف بصفة تعسفية كيف اللي عدلوا الدكتاتوريات العتيدة. وقعدت الحكومة تقول القانون ما نعاملين به، ما نعاملين به ما قالوا البرلمان، هو البرلمان هو السيد والمشرع وهذا صوت عليه وقانون ساري المفعول. إلى عاد قانون فيه نواقص اكتشفت أنتم فيه نواقص عادي، كل الحكومة اكتشفت نواقص في قانون من قوانينها اللي عندها تعدل الإجراءات من أجل تعديل ذاك القانون والله إلغاءه يا غير هذه الرواية اللي رأنا بتوغي القانون من عاملين به. ذاك مو حق ومستنكر. أنا واسع أنا يا الله الحكومة ترفض ريد عن الحريات العامة وعن قانون الأحزاب وتشرع الأحزاب، تشرع الأحزاب ذا الأخر ما تقد تلبسوا الناس على الطهارة بين اللي عندنا شمل المعلومات المقلقة جدا عن ذا كامل المديور به لا تحييد حزب الرق. سمعت معالي الوزير قال عن يا الله أنهم قدوا يقترحوا مولي من الاقتراحات اللي عندهم منين يعود حزبي دور التشريع عن جي أحزاب جي نواب منتخبين نواب ومستشارين بلديين وعمد يوقعوا له عريضة. هذا شنو هو الحزب ما تخلق بس محال يعودوا عنده نواب والله عنده منتخبين والله عنده مستشارين بلديين. هيات من الإشحاف بالناس هيات هذا الأمور مديورة في السماء مديورة في المستحيل. أناشد فخامة الرئيس محمد الشيخ قزواني وناشد وزير الداخلية معالي وزير الداخلية عنهم يحلوا المهرازة عن أهل موريتانيا
يخلوا متنفس للديمقراطية الموريتانية، يخلوها من تتنفس، وتنفس الديمقراطية لا عن يعود الخيارات متعددة للمواطنين. ما يقدر المواطنين ينجماوا على مادة واحدة، ولا يقدر المواطنين عودين ينفرضوا على حزب واحد وما عندهم خيارات سياسية. يا غير التشاور السياسي ما يعتمد للناس كامل جايته. نحن مولي ذاك اللي يعدل فيه اللي جامع الناس كامل قبل ننقصوه. عودان على الحكومة الصد، خلينا تجتمع الناس كامل للحوار وتتوافق، وتعود الحكومة قابضة المبادرة والرئيس قابض المبادرة، وقابض إجراءات إياك وعدل الحوار. تمام اللي دون سابق إنذار منين تقوم الحكومة وتوفم الحوار وتطويه بصفة أحادية، هذا توجه جديد النظام محمد بن الشاه القزواني. يعطيه خير ذاك التوجه، ويعطينا خير وكامل التوجه الجديد اللي ما تنعرفنا معالم وشنهي، ويعطي الموريتان خيره. ولكن الحوار فشل، بين الحوار قاع خيار هزيل بالنسبة للمعارض. الحوار يلا يعود اللاعلة كيف قد قاعدة اللعبة الديمقراطية، يا غير البرامج ما عليهم حوار.